حسب التصنيف العقلي وما أيدته الآيات والروايات أكو الناس على أربعة أقسام: الخاسر والأخسر والرابح والأربح. يعني شنو؟ عندك 100 دينار ودخلت السوق خسرت كل 100، شنو أنت؟ خاسر. خسرت كل 100 وسجنت فوق ذلك 6 أشهر لأنك عملت معاملة اختلاسية ب100 دنانيرك، فالحكومة صادرت أموالك وجزاك على اختلاسك ب6 أشهر من السجن. شنو صار هذا؟ هذا صار الأخسر. إذا خسرت 100 دينار ونفضت عباءتك ورجعت إلى الدار فأنت خاسر، وإذا خسرت 100 دينار وسجنت 6 أشهر فوق ذلك فأنت الأخسر. والأخسر له مراتب، وعلى قول الحاج السبزواري في منظومته يقول: كون المراتب في الاشتداد أنواعا استنار للمراد، لأنه على قول الحكماء القدامى والجدد يقولون هذه الطاقات لا يتناهى في ناحية الكثرة والقلة. في مبحث فلسفي نفسي عندنا الخاسر خسر 100 دينار، وعندنا الأخسر خسر 100 دينار وعلاوة 6 أشهر سجن، وعندنا الرابح دخلت في السوق ولك 100 دينار وربحت 100 فوقه، شنو أنت؟ أنت الرابح. ربحت 500 دينار فوقه، شنو أنت؟ أنت الأربح. وكذلك الرابح والأربح له مراتب، هذا له مبحث أيضا. شنو الميزان في الخاسر والأخسر والرابح والأربح؟ له أيضا مبحث فلسفي ونفسي لا علينا به الآن. لنفرض من فوق 500 دينار إذا ربحت تسمى بالأربح، فأنت أربحت 500 دينار، أربحت 600 دينار، أربحت 700 دينار، وعلى هذا المعدل في المراتب. في الآيات القرآنية أيضا تؤيد هذا الشيء، أحيانا يسمي إنسانا خاسرا، مثلا يقول: أولئك هم الخاسرون. مثلا يقول في آية أخرى: الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وأحيانا يسمي القرآن إنسان أخسر: قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. وأحيانا يسميه الرابح القرآن، يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، قبول يعني ربح. أحيانا يسميه القرآن أربح: ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سماه أحسن. هل مراتب الأربعة؟ القرآن أيضا يجري على منوالها. وفي كلمة للسيدة زينب صلوات الله عليها: اللهم تقبل هذا القربان بأحسن القبول. قبول وأحسن القبول، مو قبول، أحسن القبول.